بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما وبعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اعزائي المشاهدين ارحب بحضرتكم وقبل ان ابدا في موضوع تلك الحلقة استمرارا لبرنامجكم بين الشريعة والقانون فأسرة البرنامج وقناة الصحة اليوم تهنئ الشعب المصري الطيب العظيم والأمة الإسلامية بحلول مولد أول خلق الله وخير خلق الله وخاتم رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله فاللهم صلي وسلم وبارك عليه في ذكراه العطرة لكن هناك شعور من الألم والله لا أستطيع أن أبدأ في الحلقة ولا يكون فينا خير إن لم نشير لهذا الموضوع لأنه أيضا يتعلق بالشريعة والقانون بل يتعلق بحياتنا يتعلق بشفيع الأمة صلى الله وسلم وبارك عليه الرسول الذي ادخر دعوة لأمته تحت عرش الرحمن يرجو فيها الله أن يشفع في تلك الأمة يا رب أمتي أمتي فيقول له الله يا محمد ارفع رأسك واسأل نعطك لكن للأسف الشديد من حين إلى آخر تظهر بعض السفله بعض السفله الذين يسيئون لحضرة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه فموضوع الحلقة النهارده يا إخوانا هو قانون العمل بين الشريعة والقانون وقبل هذا الموضوع يعني جميعا نبدي استياءنا لما يصدر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه الرسول الشفيع المشفع عليه الصلاة والسلام ويزداد الألم لما يكون تلك الإساءة صدر عن مسؤول بحجم الدولة الفرنسية وعلى رأسها رئيسها مكر يعني إيه هدفك من هذا الكلام حرية رأي وحرية تعبير وحرية إيه وإيه وإيه ما فيش إلا النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه ما فيش إلا سيدنا محمد تاخد سعادتك بيه بنطاط لكن أقول لحضراتكم أن الله سبحانه وتعالى من 1440 سنة تكفل بالدفاع عن حبيبه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه 1400 سنة إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس يعني النبي كان بيمشي في حمايه ربنا قال له خلاص الله يعصمك من الناس لذلك قال لي الحماية اللي ماشيه حواليه من الصحابه يا يعني خلاص نصرف الحمايه جايه من عند الله سبحانه وتعالى وفي عجاله ايه دورنا النهارده ايه دورنا النهارده في الدفاع عن حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ايه هو الدور ده يعني مجرد ان نضع شعارات على صدورنا أو نكتب بوستات عايز أقول لكم يا إخوانا إن البوستات اللي على الفيس أو على الماسنجر أو على أي أو جميع التواصل الاجتماعي كلها بتدور حولنا كده يعني لف وارجع تاني محدش بيشوف الكلام ده ولا حد بيسمعه نيوتيرن شغالين فيه رايحين جايين في نفس القصة فلا شعارات تكتب على الصدور ولا الأمور كلها طب إيه المطلوب النهارده؟ المطلوب النهارده للدفاع عن حبيبك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ان نرجع لما امر به ولما دعا اليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه قد تسمع امر غريب انك مسؤول كمسلم عن الدعوه لدين الله في الزمن اللي احنا فيه ده يعني ايه الدعوه لدين الله؟ يعني هنمشي نقول يا اخوانا انتشر دين او ظهر دين اسمه دين الاسلامي وان كان مطلوب ايضا ولكن انت كمسلم بعيد عن الشعارات الزائفه وبعيد عن هذا الشعارات وقد اصلا يعني لا يصلي اي أمره وخلاص مع الموجه لكن نحن كمسلمين مطالب منا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه الدعوه الى دين الله الى دين رسول الله طب ادعو ازاي؟ بسلوك المسلم سلوك المسلم بكده بتكون خير داعي لدين الله تفكر الأوروبيين والناس اللي في أوروبا والناس اللي ماشيين الكلام في دماغهم يعني لما يلاقي مثلا أنت كاتب بوست أو كاتب حاجة إلا إيه رسول الله والكلام ده كله يا حبيبي يا رسول الله الكلام ده مش هيجي في دماغهم أو مش واخد باله لكن إنت كمسلم لازم يظهر يظهر إسلامك ودينك وحبيبك عشان لما يشار إليك بالبنان آه ده مسلم أه ده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله طب احنا هل مطلب مننا ان نسيء الى اي نبي او اي رسول لا ابدا ده أسيدنا أسيدنا سيدنا عيسى سيدنا موسى سيدنا ابراهيم سيدنا نوح كل انبياء ونقول لا يكتمل اسلامك ولا ايمانك الا بالايمان بجميع الرسل والمرسلين امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون أواخر سورة البقرة كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا المهم يا إخوانا إحنا بننبه إن دي الدعوة إلى دين الله هنرجع لعادتنا الإسلامية الراسخة تظهر فيك علامات الرحمة الرفق اللين التواضع العدل التسامح نظافه المسلم ومعانا اول اتصال استاذ محمد اتفضل ازيك يا استاذ مستشار اهلا وسهلا استاذ محمد اتفضل قول لحضرتك اسال حضرتك سؤال بس اتفضل انا عندي زوجتي يعني كذا مشكله تحصل هي مش امينه نعم يعني ممكن ابقى فلوس مثلا تاخدها مم. يعني حصل أكثر من عشر مشاكل والناس تحلها والاراضي تحلها ومفيش فايده برضه مم. فاخر اخر مره دي وراحت بيت اهلها وابوها بيقول لي انا هاخد كل عفشها فانا يعني قانوني يعني انا كده يعني هخسر كل شيء لا يا محمد مش بالشكل ده اجاوبك يا ابني حاضر إيه. هي مش امينه وفي يعني شهود وفي ناس يعني حلت لي المشكله اكتر من 20 مره اجاوبك يا محمد فاضل هو بقى حاطث. لما انا قلت هطلق فهو بيقول لي انا هفضي الشقه كلها اجاوبك يا محمد اجاوبك شكرا يا محمد طبعا هي زوجه مش امينه إيه لو بنتكلم بين شرع وقانون النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام راع ومسؤول عن رعيته الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته الزوجة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها هتتسأل أمام ربنا سبحانه وتعالى يعني نحمد ربنا اللي ربنا أعطاك زوج وبينفق وبيصرف وواضح الكلام راجل طيب يعني يعني اتقي الله فيه على الجانب القانوني النهاردة جرائم الأسرة بين الزوج والزوجة آه لو بتسرق فعلا تستطيع أن تقدم ضدها بس بشكوى حاجة اسمها جرائم لازم تقدم شكوى مكتوبة عشان تحرك ضدها جنحة سرقة أو ما إلى ذلك العفش لو في قايمه يا ابني موجوده هياخد عفشه اللي موجود في القايمه هياخد العفش الموجود في الايمن لكن عليها ان تتقي الله في هذا الرجل وتتقي الله في نفسها وتتقي في اولادها ما ده للاسف اللي احنا التدني اللي وصلنا اليه من هذا الشكل نرجع لموضوعنا يا اخوانا يبقى النهارده الدعوه لدينك بسلوك المسلم بنظافه المسلم نحن امه حضاره امه عظيمه امه تبسمك في وجه اخيك صدقه امه أعلى درجات الإيمان قول لا إله إلا الله وأدناها إزالة الأذى من الطريق أم عنوانها النظافة مش رمز قمامة في الشوارع أم تحترم قانون المرور ومنبثق من الشرع اعطي طريق حقه ما حقه طريق رسول الله قال كف الأذى وغض البصر خد كف الأذى بقى حط تحته كل ما أنت عايز احترام الإشارة واحترام عدم تخطي الغير و و وكأنه يحترم ده قانون منبثق من الشريعة تحت العنوان الكبير ده اعطي طريق حقه اذا النهارده سعادتك مطالب بالدعوه الى دين الله من خلال سلوكك مش مجرد دعوات رنانه وامور هتنتهي بانتهاء الوقت ابدا اللي على الفيس واللي على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ده امور خلي بالك بينك وبين بعض احنا بنلف كده يعني ريتيرن رايحين جايين ورا بعض ولا حد بيشوف الكلام ده كله لكن ارجع لدينك ارجع لاصلك تواضع الرحمه النظافه ومعانا اتصال من مدام فاطمه تفضل يا مدام فاطمه اهلا أنا وسهلا اتفضلي يا السلام عليكم حضرتك؟ اهلا وسهلا اتفضلي معلش عندي استشاره الله يبارك في حضرتك امور يا ست الكل عندنا في في مناطق ارياف أه قرى يعني اراضي وضع يد زمان يعني امم ماشي الله يرحمه يعني رفع قضيه والمحامي رفع لنا القضيه وكتب باسم الـ باسم الـ الاولاد الارض دي يعني وبنينا عليها بيت حوالي اراضين يعني اراض بنينا عليه واراض تاني لا طيب ماشي فجي لما توفى هو مدي ولاده اراضي يعني بس آه. ما دفعناش فلوس للاملاك وكده قال لي يعني لما الاملاك تفتح تمام تدفعي فلوس هيقسطوا لك المبلغ وكده طيب وانا لما توفى عملت اقرار وصايا على الاولاد وسجلت الاوراق دي في المحكمه طيب فدلوقتي جينا لما بنطالب بحقنا رافضين يدوني حقي لان هم اولاد جوزي كبار طيب انت انت يا ست فاطمه وانت بتعملي اعلام وراثه عملت حاجه اسمها حصر تركه؟ ما احنا عاملين حصر تركه انا ما عملتش اعلام وراثه طيب يبقى لازم تعملي اعلام الوراثه عن المرحوم زوجك وامام النيابه الحسبية تثبتي كل بالورق كل مست... كل حاجه بالملكيه زوجك تثبتيها من ضمنها حتى وضع اليد دوت عشان نبتدي نقارن الوضع اليد وفق قانون التصالح السري النهارده وتدخلي النيابه الحاسبيه طرف لان هي التي تدافع عن القُصر. واشكرك والنيابه الحاسبيه مدام فاطمه. ولو اي حاجه ست الكل اتصل بي على الخاص تحت امرك واذنك يعني. اذا يا إخواننا دي الدعوه لدين الله هي دين سلوك دين عظيم دين لا يعترف إلا بالرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مش دين غلظة في القول وشتم وسب وقتل وترويع لا 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 أبدا مش الكلام ده خالص ده مش ديننا لا دين إرهاب ولا دين جماعات ولا دين, ولا دين إلا دين رحمة ومعانا اتصال زعم من الفيوم فضل أحمد ازيك يا معلم أنا اهلا بيك حبيبي اتفضل. عندي مقوله بس عايز اتلاقيها على حضرتك وتوضحها لي بس. اتفضل. بقول لك يا فقهاء في تعريف الدوله ان الدوله هي التشخيص القانوني لامه ما. إيه بالراحه يا احمد بالراحه ايه ايه؟, برا... ايه, ايه؟ يا فقهاء في تعريف الدوله. الدوله نعم. امم. آه أن الدولة هي التشخيص القانوني لأمة ما، أي أن الدولة شخص معنوي يمثل شعبا من الشعوب. م. ايه معنى تشخيص القانون؟ ايه معنى شخص معنوي؟ بتقول ايه بتقول ايه تاسيس الدوله ايه تاسيس القانون؟ اه بيقول لك يرى الفقهاء ان الدوله هي التشخيص القانوني لامة ما قول لي كلمة تانية يعني التاسيس ايه تاسيس القانون دي؟ يرى الفقهاء يرى الفقهاء ايه؟ ان الدولة هي التشخيص القانوني تشخيص لامة ما تشخيص القانون اه 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 طيب اي يب... ان الدولة شخص معنوي يمثل شعبا من الشعوب طيب يا ابني أكوبك حالا حاضر 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 شكرا يا احمد شوف يا احمد وشوف اخواننا المشاهدين وولادنا الدارسين اللي بيكلموني باستمرار الدوله الدوله شخص معنوي يعني الاشخاص اللي موجودين على اي مجتمع في حاجه اسمها شخص معنوي اللي هو ما فيش فيه روح وشخص طبيعي اللي هو الانسان الشخص المعنوي زي الشركات زي المؤسسات زي الهيئات بيبقى لها ممثل قانوني وبيسمى شخص معنوي الشخص الطبيعي اللي هو الشخص لحم ودم والكلام ده ده الشخص الطبيعي لكن تعريف الدوله الدوله ما هي يعني ايه ارض وشعب ده الدوله ولا بد ان توفر قانون لهؤلاء الشعب وعلى راسيه الدستور حتى تسير امور الدوله وهي لها شخصيه معنويه يعني ايه شخصيه معنويه يعني لها اكتر من وزاره واكتر من جهه واكتر من كذا 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 الوزاره بيمثلها الوزير الشركات بيمثلها رئيس مجلس او العضو المنتدب الهيئات بيمثلها رئيس الهيئه فدي اسمها يا ابني شخصيه معنويه لما اجي ارفع على وزير مثلا بقول الوزير الممثل القانون وزارة كذا بصفته مش بشخصه لان الشخص رجعت له لكن بالصفه على الهيئه نفسها فبنسميها شخص معنوي او شخص يعني اعتباري يعني ده بنتكلم عليه في في القانون ما بين الشخص الطبيعي لحم ودم والشخص الاعتباري وتعريف الدوله هي يعني يعني حيز ارض وسماء وشعب ده تعريف الدوله في اي في اي من الدساتير وعلى راس يا أخوانا الدعوه الى دين الله عشان ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه هنلاقي العمل اللي هو موضوع حلقتنا النهارده قانون العمل اي موظف اي عامل في شركه حكومه قطاع عام قطاع اعمال قطاع خاص يسمع الكلام ده لانه يهم طائفه عريضه جدا منكم وبيرجع جذور قانون العمل الى شرع اسلامي الى دينك عشان برضه ما حدش يحرم عليك عيشتك واؤكد دائما وابدا تليفوناتي موجوده على الشاشه بره وعنوان المكتب اي استفسار اي امر تحت امر حضراتكم والله بكون سعيد جدا لما بيجي صلاة بس والنبي خلوها بعد المغرب يعني طيب العمل في الشريعه عشان احنا نضب في برنامج الشريعه والقانون زي ما بدانا من اول الحلقات قارنا بين القانون والشريعة وجدنا أنه بيتفق في معظم المسائل قانون المدني قانون كل قوانين طيب العمل في الشريعة الله سبحانه وتعالى أقر مبدأ العمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين يعني بقول لك اعمل اشتغل لأن احنا أمة عمل مش أمة تواكل وكسل مش أمة تقعد عشان نكون علم ثالث وعلم متخلف وعلم رجعي واحنا خير امه اخرجت للناس امه عمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسولي والمؤمنون لا بتشغل سيدنا عمر يدخل الجامع يلاقي شخص قاعد عباده طول الليل في الجامع ونهار ده بيعمل ايه ده ده مين اللي بيعوله قالوا اخوه يعوله بيجي يصلي ويمشي قال اخوه اعبد منه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله يبقى امه حبيبك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه امه عمل ومش عمل بس لان خلي بالك العمل جزء من العباده جزء من العباده لان الاصل فيك اللي خلقك فيه الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني انا اصلي واصوم وبس وكفايه كده ابدا ده العمل جزء من العباده وبخاصه اذا كان عمل متقن ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه الاتقان اللي احنا افتقدناه عشان نميل لصناعات اخرى ونميل لامم وحضارات تانية ونروح ننبهر بما يفعلون وده اصلك يعني دولة عظيمة زي فرنسا ورئيسها اللي بيسيء لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك عليه والله لا حضارة ولا, ولا أي أمر والله أصل الحضارة في البلد العظيمة اللي إحنا فيها دي أصل الحضارة مصر قد تعجب الآن إن أقول لك القانون يقول لك إيه العامة يقول لك إيه القانون المصري أصله فرنسي مين اللي قال الكلام ده؟ صدق بقى ان القانون الفرنسي اصله مصري؟ خدوا بقى المعلومه دي وعلموها لاولادكم وقولوها والمدرسين في المدارس لاولادهم الحمله الفرنسيه لما نزلت مصر طلعوا حجر رشيد فكوا كل الرموز اللي عليه كان قدمائنا اللي هو اصلنا اصل الحضاره المصريه كانوا حاطين قوانين وحطوا امور تسير حياتهم وحطوا قواعد عامه. خدوها فرنسا زبطوها في قوانين وطلعوا القانون وطلعوا الامور واللوايح وصدروها لنا. من خلال القواعد العامه اللي وضعها قدمائنا المصريين اللي اخذت من على حجر رشيد. الكلام ده ثابت في قوانين او في كتب تاريخ القانون، اي كتاب تاريخ قانون. هاته تقرا في هذا الكلام. تجد ان اصل القانون الفرنسي مصري مش ان احنا الاصل بتاعهم او تابعين لهم ابدا ده احنا بلد العلم والعلماء وبلد الازهر وبلد الوسطيه البدل صدرت علم الاسلام حتى للدوله صدر من الاسلام فعذرا يا رسول الله عذرا والله لا نستطيع ان نقدم اكثر من ذلك لكن النفس فعلا تجزع ومصاب بحالة من والله من القرف وبخاصة لما يطلع فاسل دنماركي أو فرنسي أو أي مكان يعرف يا حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم برسوم مسيئة عمان الجبل لا يهز ريح ومطلوب منك مش شعرات وكلام فارغ وانت ما بتصليش ولا بتصوم ولا بتطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، يبقى عملت ايه يعني؟ لابد العالم ولابد اولادنا في الخارج يبينوا ايه هو الدين؟ ايه هو الاسلام؟ ومعانا اتصال استاذ اسلام من القاهره اتفضل استاذ اسلام الو منتظر اسلام قطع منتظرك استاذ تكلم تاني مش هنطول يا اخوانا في الموضوع ده لكن الرجوع للدين الرجوع ل... 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 لاصلنا بديننا لفطرتنا الجميله اللي احنا فطرنا عليها عايز اقول لل... لل... حاضر عايز اقول لرئيس ماكرون وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعتين يوم القيامه شفاعه للناس كافة ومن ضمنها الكفار وشفاعه خاصه بالمسلمين هقولها لكم بعد ما اسمع اتصال من الاستاذ احمد الجندي اتفضل يا استاذ احمد مع المستشار سلام عليكم وبركاته اهلا يا حبيبي اتفضل عليكم السلام ازي حضرتك يا فندم اهلا اهلا اتفضل يا تفضل اتفضل يا حبيبي والله بنشكر حضرتك على الاستهلال الطيب ومواكبه الاحداث الجاريه الله يكرمك يا ابني ويعني نبشر الناس ان كلما حاربوا دين الاسلام اشتد وكلما يعني قاوموهم تد والله نعم 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 والله يا ابني نعم ورب ضرة النافعة نعم ومش هنطول علشان السياق بتاع الحلقه ان شاء الله عندنا سؤال في قانون العمل بعد اذنك يا فندم اتفضل اتفضل يا حبيبي احنا عايزين نستفسر عن كيفيه ضم المدد يعني مثلا لو انا شغال في في قطاع وانتقلت لقطاع اخر ومؤمن علي. نعم. كيفيه ضم المدد؟ المدد اللي هي التامينيه حاضر في عقد العمل. حاضر حاضر. حاضر حياتنا عم. مع المستشار شكرا جزيلا. الله شكرا جزيلا للاستاذ احمد صغيرنا دائما المحترم اشكرك دائما يا ابني. شوف يا استاذ احمد قانون العمل يعني ايه المدد يا اخوانا؟ يعني مثلا سعادتك كنت شغال في شركه الف او اي شركه. امنت عليك دفعت لك تامينات و و الكلام كله خلاص بقت لك تامينات فلوس مسدده في هذه الجهه ربنا رزقك بشغل افضل رحت مكان تاني برضه سدد لك تامينات فبقى اصبح في لك تامينات مسدده في الشركه به سبتها ورحت للشركه ج خلاص تنقلت في اكثر من شركه وعلى ذات رقمك التاميني بتسدد تامينات دي سددت لك وتسدد وسددت خلاص جيت بقى في الشركه الاخيره ووصلت لسن 60 او عايز تطلع معاش مبكر او الكلام كله بتضم تلك المدد. المدة اللي قضيتها في الشركة الأولانية في مستهل شبابك والمدة الثانية والمدة الثالثة بضمها ازاي؟ حاضر. بجيب حاجة اسمها استمارة ستة اللي هي نهاية الخدمة واروح بقى لمكتب التأمينات أضم كل المدد عنده يطلع لك قيمة معاشك اللي أنت سددته من الأول. ومعانا اتصال عبد عبدالله اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضل يا حبيبي. كنت عايز أسأل حضرتك في ايصال في ايه في عبد الله ايه؟ في في ايصال في واحد مثلا مدي فلوس لواحد يشغلها اه حضرتك اطفي إيه التليفون ف... عب... يا إيه عبد اطفي يا عبد الله اللي... التلفزيون التلفزيون يا عبد الله حاضر حب. اتفضل يا حبيبي اه في يعني واحد مدي واحد فلوس يشغلها معاه فمديله ايصال بالمبلغ وسلمت انا فلان الفلاني مبلغ 100 جنيه 100000 جنيه تمام نق نقدا وذلك قيمه بضاعه لم تسلم بعد والمبلغ أمانة لدى الشركه حكم الصلف او مع يعني اعترافه المحكمه زي يصل أنا مثلا والله بالضبط يعني يا احمد نعيد مع بعض صيغه الايصال ثاني 100000 جنيه نقدا وذلك لايه بقى؟ فهمت انا فلان فلان مبلغ ألف جنيه مم. نقدا مم. وذلك قيمه بضاعه لم تسلم بعد طيب والمبلغ امانه لدى الشركه بضاعه لم تسلم بعد طيب يا اجاوبك يا احمد اجاوبك يا عبد الله حاضر يا حبيبي شوف يا اخوانا ايصال الامانه ايصال الامانه زي ما قلنا مش شرط لازم يكون ثلاثه اطراف يعني محمود خد من احمد عشان يوصل لعبد الله ده الكلام ده الدارج يعني ايصال امانه هو احنا سميناه ايصال امانه في الدارج لكن هو اسمه عقد امانه في القانون. عقد امانه اللي بتقوم بيه جريمه ايصال الامانه. <applause> عفوا. فالعقود اللي القانون حددها على سبيل الحصر خمس عقود. خمس عقود. اللي ماشي في السوق الورقه اللي من السوق دي من المكتبه اللي استلمها فلان من فلان عشان يدي لفلان ده بنسميه عقد نقل. عقد نقل يعني خد الفلوس عشان ينقلها لفلان عشان يودها له. ما ودهاش خلاص بيكون هنا خائن للامانه. في حاله الاستاذ عبد الله النهارده بيقول بالحرف كده انه استلم ميت ألف جنيه وذلك قيمه بضاعه لم تسلم بعد يبقى هنا وكأنه عقد وكاله وده من العقود اللي بتقوم بها جريمه خيانه الامانه فبطمنك يا ابني ده ايصال امانه ايصال امانه بيقول لك قيمه بضاعه لم تسلم بعد يعني وكانه وكله في شراء بضائع فلو ما اشترلوش يبقى يستطيع يشتكيه بجنحه خيانه امانه وفق عقد الامانه الموجوده اللي انت ايصال ويبقى واحيانا خلي بالكوا الايصال بيبقى طرفين برضه يعني السلام عشان يردهم لي تاني يجوز برضه في اطار عقد النقل. طيب انهي بقى يعني والله والكلام يعني النفس تشتاق اليه وتشتاق لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. اللهم اكتب لنا جميعا رب زيارته. بقول للرئيس ماكرون ولكل معتد على حضرة وجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه خلي عندك دم. خلي عندك دم. ده سيدنا ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه اللي سعادتك بتنشر هو والله ما يهمه كلام ولا ياثر في النبي بحاجه لكن خلي بالك يا سياده الرئيس ويا سياده اي متهكم على النبي صلى الله عليه وسلم النبي يشفع لك للاسف الشفاعه للكفار عباره عن ايه؟ دي شفاعه عامه يشفع على النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلائق ان يروح يستاذن من الله سبحانه وتعالى ان يبدا الله سبحانه وتعالى الحساب بقى لان خلاص المشهد عظيم واليوم مقدروه عند ربنا خمسين ألف سنة من نعد معانا اتصال طيب اخر يا اخواننا اتصال وارجع لحضراتكم اعزائي اعزائي المشاهدين ارحب بحضرتكم مره ثانيه فاهلا وسهلا بحضراتكم اذا لكل متطاول عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه النبي لو شفاعتين يوم القيامه شفاعة للناس كافه ان يستاذن الله سبحانه وتعالى ان يبدا الحساب لان الناس في هذا المشهد العظيم ربنا نجينا منه يتمنوا ان ينتهي الموقف حتى لو الى النار شده هول الموقف فبيشفع للدنيا كلها عشان ربنا يبدا الحساب ثم شفاعه خاصه باب امته امه الحبيب اللي يجب ان ندافع عنه بالعمل والدعوه لدينه مش شعارات وكلام يعني بيبقى فارغ المضمون طيب قانون العمل بين الشريعه والقانون للعامل اللي بيشتغل في شركه موظف سواء في حكومة أو قطاع عام أو قطاع خاص أو قطاع أعمال عام شوف الحلقة دي لأن مهمة لعملك رصيد أجازاتك والعمل والراحة والمرتب والأجر وعقد العمل إيه قصة كبيرة جدا قانون العمل بتاعنا برضه منبثق من الشريعة الإسلامية لأن زي ما قلت لحضراتكم النهاردة كل قانون له عنوانين كبار واجب وحق يعني عليك واجب ولك حق فالقانون ينظم هذا الواجب ويعتق حقك ده يعني حق معانا اتصال استاذ عبد الله اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام استاذ عبد الله اتفضل يا حبيبي يا استاذ يا... محمود اي معاك تفضل انا كنت بكلمك من شويه يا عبد الله طيب عبد الله ال... طيب. هل هل الاصال بيعتد فيه بالمحكمه يعني ايوه يعتد يا عبد الله زي ما قلت لك يا حبيبي يعتد ده اصال امانه بنسميه عقد عقد وكاله عقد وكاله طيب. طب يشترط في تاريخ ولا من غير تاريخ يبقى افضل؟ هو مؤرخ ولا مش ولا مش مؤرخ؟ في واحد مؤرخ وواحد لا. ما تفرقش لأنه احنا بنتكلم بس خلي بالك عشان التاريخ لو عدى ثلاث سنين هتسقط الجريمه خلي بالك. ده خطور الت... الإصال. خطوره ما تارخ الايصال. خطورته لو عدت عليه ثلاث سنين بتسقط الايه الجريمه. يعني لو حصل لو حصل تلاعب من صاحب الشركه اللي هو موجود عنده المبلغ بي... بي ممكن يرفعه المحكمة وياخد حقه عادي. اه طبعا ما بقولك اه طبعا امال ايه قلت لك ده ده نقل ملكيه يا حبيبي عقد عقد وكاله تستطيع بلاش تاريخ يعني شكرا يا استاذ عبد الله يبقى يا جماعه كل قوانين بين الحق والواجب قانون في العمل في الشريعه الاسلاميه زي ما قلت لحضراتكم في اول الحلقات ان القانون المدني بتاعنا منبثق من الشريعه الاسلاميه <applause> عفوا آآ 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 الله سبحانه وتعالى لما نظم القوانين حط في قاعده عامه زي ما قلت لحضراتكم يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه واطلق لفظ الكتابه يبقى كل كتابه صال امانه زي عبد الله كيمبيالا سند اذني ورقه عاديه تصلح لاثبات الدين طالما تحت هذا العنوان وترك بقى للبشر انتم اعلم بشؤون دنياكم عشان ما حدش يحرم علينا شيتنا قانون العمل نفس الكلام الله سبحانه وتعالى وضع قواعد عامه قواعد عامه للعمل امر الامه اعملوا ما انتوش امه كسل ما انتوش امه تواكل ده انتوا امه توكل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا بس حق التوكل أنه هو العمل والنشاط والاتقان الواجب عليك بقى في 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 العمل ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ده الاتقان مطلوب ده امر شرعي الحق لك اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه والكلام ده كله موجود في قانون العمل يعني اعطي الأجر اجره قبل ان يجف عرقه تعالى بقى على متشدد من بتوع الزمن ده يعني امسك منديل كده واقف قدام العامل اشوف العرق هيجف امتى عشان اديله اجره وابقى كده طبقت السنه طبعا ده كلام غلط ومفهوم غلط ده قاعده واسعه حطها النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه اعطي الأجر اجره قبل ان يجف عرقه يعني اعطي له الاجر المتفق عليه ما تاخروش ما تلعبوش ما تاكلش عليه حقه ان كان يومية دول بالاسبوع دول اسبوع بالشهر دول شهر ده مقصد الحديث ومعانا اخواننا اتصال استاذ محمد الاسكندريه اتفضل يا استاذ محمد اهلا سياده المستشار اهلا بيك اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام حضرتك انا شغال في شركه امم وفي شهر 3 2019 حصل مرض في القلب كده ايوه فمعش رحت الشغل يعني امم فانقطعت العمل طبعا طلع قرار وبعدها ما بلغتش بيه ولا نعرف اي حاجه برغم ان انا مبلغ مرضي. ففضلت بجري على الدكاتره رايح جاي وكده وعمليات والموضوع ده لحد دلوقتي، رحت التامين الصحي ادوني عوده للعمل. مم. اجي من عوده للعمل يقول الشركه لا عايزينها اجازه مرضي التامين الصحي يقول لي لا ما نقدرش ندي اجازه مرضي احنا بدي لك عوده للعمل مم. فانا محتار بقى بقالي سنه ونص اهو مش عارف اعمل ايه ولا ايه طب انت قلت انت قلت لي الشركه يا, حم... يا... يا... يا, محمد عملت ايه قلت لي يا... يعني بعد انت جالك المرض يا ابني ده والكلام ده كله عملت ايه في فصلتك قلت لي ما اختارونيش ما اختاروكش بقى يا لا. محمد ما هم ما بالفصل بس هو يعني بعد 15 يوم آه. متواصل يعني الفصل. يعني يعني قول الكلام ده اه الفصل طبعا آه. وانت كنت مبلغ مرضي ثابت انك ثابت ان انت ثابت انت بلغت مرضي يعني الكلام ثابت ولا كان مجرد كلام شفوي كده؟ لا لا ثابت وبالورق من طابع من الشركه طيب يا ابن حاضر طيب طيب يعني على الشركه وصاحب الشركه الله في الراجل اللي كان شغال عندك طيب شكرا يا محمد لو جاوبك يا ابن عينيا حاضر حاله الاستاذ محمد طبعا هنتناولها برضو بالتفصيل في في الامور الجايه في الاجازات المرضيه واصابات العمل والكلام ده كله محمد يعني ممكن اصابته ديت في اطار عمل تعد اصابه عمل طبعا لا يجوز فصله لانه له تامين صحي والكلام ده كله يستطيع ان هو يلجا لمكتب العمل عشان ياخد جواب التامين الصحي ويرجع للعمل ويتحط في نسبه الاعاقه او يبقى يكلف بعمل بسيط الكلام ده نص عليه القانون وقبل كده الشرع فانت يا حقك مضمون وطالما بلغت الاجازه مرضي يبقى قرار الفصل بتاعه لا يعتد به هتاخد الورق ده كله وتاخد جواب التامين الصحي واختراطك اللي طلعت للتامين الصحي عشان لعودتك العمل وتطلع على مكتب العمل التابع له وتشتكي صعب الشرك تشتكي بالكلام ده كله بيامر بعودتك للعمل خلاص كده طب نفترض ما, ما نفذوش خلاص تقدر ترفع قضيه ومعانا يعني يا محمد في الـ في الـ في الاصل حقك مضمون يا ابني ده وكلمني برضه اقول لك تعمل ايه بالظبط ومعانا الاستاذ يوسف اتصال من البحيره اتفضل يا يوسف معك اشرف اخ اشرف اشرف اتفضل يا اشرف الله يخليك حضرتك انا كنت في مشكله بينه وبين عمي مم. على محل على محل وحصلت مشاجره وبتاع وقعدنا عرفي وخدت عليه صال امانه بالمبلغ من المحل اللي بعت له المحل ب 50000 جنيه تمام لوقت شهر 6 تمام طيب فحضرتك انا خايف نيجي في شهر 6 ما يدينيش المبلغ وانا معايا ايصال الامانه طيب يا 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 اشرف ايصال الامانه صيغته ايه؟ صيغته ايه؟ اللي هو الايصال العادي ولا شكله ازاي؟ لا صيغته ان هو اللي هو بتاع اللي هو بتاع المحاكم اللي هو الفلوس اللي هو اللي هو اللي هو يا ابن المكتب يعني استلم عمك من فلان فلوس عشان يوصلها لفلان يعني منك او او يعني صيغته ازاي؟ ايوه سيرته حضرتك ان انا نساله بمبلغ ايصال آه مفتوح اصال امانه مفتوح يعني انت واخده على بياض واخده منه على بياض حضرتك فخاف نيجي في شهر 6 حضرتك يعني في الميعاد ان هو مثلا يخلف معايا ويقول لي ايه مالكش عندي حاجه ولا كده فلو اتجهت للتوضيح طب بص يا اشرف بص يا اشرف عشان ما ضركش يا ابني كلمني بعد الهوا عشان اقول لك تعمل ايه لان اخذ الايصال على بياض يعني يا زعم يكون سامع الكلام عشان ما ضركش يا ابني ف هتقدر برضه تشتكيه بالايصال بس ارجوك ما تربطش الايصال انه ثمن ثمن محل لازم كل لوحده كده لانه يقدر بس كلمني عشان اقول لك يا ابني تعمل ايه بالظبط لان كلامي لك في اجابته يبقى خطورة عليك ويضيع الايصال ده طب يا اخواننا خلاص يبقى الـ 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 يبقى قانون العمل اهوت ما بين الـ الـ الحق والواجب واجبك اعطي ان ان تعمل اولا وان تتقن عملك حقق اعطي الاجر اجره قبل ان يجف عرقه والكلام ده خلاص طلع طيب بحاله كده وبقى على إيه قانون العمل قانون العمل كلها دايما نسمع قانون العمل بيتعدل قانون العمل بيتعمل قانون مش عارف ايه تعديلات كتيره جدا 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 طيب عايز افكرك لما قلت لك ان اصل القوانين في مصر هي القانون المدني القانون المدني هو ابو القوانين كلها التجاري والزراعي وكل و... و... القوانين في قانون ده قانون العام قانون معاملاتنا كلها ومن ضمنه قانون العمل يعني في القانون المدني حاجه اسمها عقد العمل حاجه اسمها عقد العمل موجوده في القانون المدني معانا يا استاذ مصطفى اتفضل ايوه يا اتفضل يا حبيبي ايوه مصطفى اتفضل اتفضل يا استاذ مصطفى السلام عليكم سلام ورحمه عليك. الله سلام ورحمه الله اتفضل انا طلعت على المعاش ومده خدمتي 36 سنه و6 شهور طيب خدت عليهم ال مكافأة نهاية الخدمة والـ 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 اه والمعاش وكل والمعاش بس سنة بس سنة الجيش مكنوش حي... مم. مم. دفوش... ما كانوش ما كانش محسوب فرحت ضفتها فاعطونا عليها مكافأة وما ما ضفهاش لمدة الخدمة مم. فهل دي صح ولا لازم تضاف لمدة الخدمة؟ قالوا مدة الخدمة أخرها 36 سنة يعني بص يا, يا... يا... طب... أي سؤال تاني يا مصطفى؟ لا لا شكرا يا طيب يا حبيبي يعني شوف يا مصطفى هم عملوا الصح يا ابني عملوا الصح ايه لان انت ما شاء الله لا قوه الا بالله مده خدمتك 36 سنه و6 اشهر يعني حتى تجاوزت عدد السنين اللي طلع لك بتامين فلو انضمت مش هتضيف حاجه يعني هو يعني يعني في في 36 سنه دولت هو ما حسبلهمش كله يعني هو بيقف عند حد معين تقريبا 25 سنه و20 سنه ما خلى ذلك خلاص وبتاخد عليه ايه مكافاه فهو جاء اداك المكافاه وما لكش السنه لان مش هتفيدك في المعاش بحاجه لانك ما شاء الله لكنك هتفيد امتى؟ لو كانت مدتك ناقصه مش كامله يقوم يضم لك هذه السنه تخش على المدى عشان يكملك معاشك لكن انت مش هتستفيد بحاجه يا مصطفى. طيب يا اخوانا قانون العمل بقى الساري في مصر اللي احنا زي ما قلنا منبثق من الشريعه الاسلاميه قانون ده اسمه 12 لسنه 2003. وتعدل سنة 2008 بالقانون 180 اللي هو لغى حاجة اسمها اللجان الخماسية ورجعنا حاجة اسمها المحاكم العمالية ولو ما وجدناش في قانون العمل بتعديلاته ما, يع... ما يعالج معانا الاستاذ محمد الأصوان تفضل يا محمد ايوه اتفضل اهلا تفضل يا حبيبي اهلا بيك تفضل يا محمد الله يبارك فيك والله انا في سنه في سنه 79 ايوه في سنه 79 معاك تعينت في شركة النيل العامة لتوفيز الوجه القبلي اللي هي النيل العامة ايه؟ السياحة حاليا النيل العامة ايه محمد؟ النيل العامة ايه؟ محصل محصل اه يعني شركة ايه النيل, النيل العامة ايه؟ النيل العامة الوجه الواجه القبلي لئه شركة النيل العامة لتوفيز الوجه القبلي اه اتوبيس الوجه القبلي اه طيب تفضل ايوه امم آه. وبعدين؟ ده ده الكلام ده في 4 آه سنة 79 تمام ايوه حلو في سنة بع... 88 قدمت استقالة استقال تمام التحقت بالحكم المحلي تمام اشتغلت في الحكم المحلي مم. ضميت التسع سنين بتوع وزاره النقل على الشغل تمام واتضمت وفي الملف حاليا في موجود تمام لما لما ايه... طلعت ايه المشكلة يا محمد؟ لما طلعت من المعاش مم. رفضوا يدوني مكافأة نهاية الخدمة بتاعة التسع سنين بتاعت وزارة النقل نهاية الخدمة ما هو عشان سعادتك مستقل يا محمد نعم ما هو أكيد أما هو ضم لك المدة بتاعة وزارة النقل لك أنت في الأصل تستحق عليه خلاص الأصل لك حق يعني لك مبلغ في المدة ديت عن نهاية خدمتك في توبيس الوجه القبلي فهو لما ضم المدتين إداك معاش على المدتين فيمكن إعطاك مكافأة نهاية الخدمة على المدتين اسأل ما كانش كده لك حق في التسع سنوات تاخد مكافاه عليهم لك حق وممكن ترفع قضيه بهذا الامر وامام مجلس ال يعني امام اه المحاكم العماليه عشان شركه قطاع عام ممكن ترفع امام ايه المحاكم العماليه تاخد اه تاخد حقك بخصوص الوجه القبلي عشان هنوضح يعني ايه اخوانا قطاع عام وايه يعني حكومه في في في, في بخصوص قانون العمل طيب يبقى قانون العمل بتاعنا اسمه قانون 12 لسنه 2003 اتعدل هذا القانون طبعا منبثق من الشريعه الاسلاميه وضع امور كثيره جدا 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 لازم تاخد بالك منها للعامل زي ما بنسمع كده الاخ محمد والاخ مصطفى بيتكلم على الـ 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 الامور العماليه طيب الناس اللي موجوده في الحكومه طيب وشركات قطاع الاعمال والقطاع الخاص القانون ينطبق عليهم ولا ما ينطبقش؟ القانون ينطبق ولا ما ينطبقش؟ الحاجه مين؟ الحاجه فريده اتفضلي يا حاجه فريده اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك اتفضلي يا هاني سياده أستفل... المستشار نعم معاك اتفضلي مع حضرتك. انا والدي توفى وساب شقه تمليك والله صل على النبي احنا صلاحي. ثلاث بنات بس اه لينا اختي الصغيره هي يعني ارمله تعتبر وانا ساكنه في شقه ايجار واختي الثانيه الكبيره ساكنه في شقه ايجار طيب. فجينا قلنا لها احنا نبيع الشقه اللي هي بتاعه والدنا دي ونشوف شقه صغيره على قدك لان يعني الشقه بتاعتنا كبيره وكل واحد ياخد حق مم. وهي ما شاء الله يعني احنا الحمد لله الحمد لله رضا قوي كل واحد على قده بس ليه اولاد هي ملهاش اولاد مم. وليها فلوس في البنك وعندها ذهب وكده ما شاء الله ربنا يزيد كل من كان تمام فرفض رفض نهائي ان هي تبيع او اي حاجه وكل ما حد يكلمها اخواتك واخواتك وقفوا جنبيهم وكده تقول لا ماليش دعوه روحوا اشتكوا وطبعا احنا أ... بصراحه انا واختي الكبيرة مش عايزين نقف في المحاكم وحاجه زي كده ايوه اه مش عارفين نعمل معاها ايه اجاوبك يا حاجه فريده اجاوبك اجاوبك هي, هي العفة تحت امرك شوف يا حاجه فريده هي امام تعنتها هتبقى مضطره تلجا للمحاكم لكن لو لو ما تمش الامر رضاء هتبقى مضطره هتعمل ايه طيب لما الجا للمحاكم هعمل ايه خلاص الشقه اللي موجوده دي وانتم ثلاث ثلاث بنات طبعا لابد تكونوا استصدرتم اعلام اعلام وراثه اعلام وراثه عشان يحدد الورثه هيبقى الورثه حضراتكم ولكم كبنات لكم التلتين شوف بقى لو كان في عصبه للوالد او عشان يبقى هو اللي ياخد الباقي عصبة او حاجه يعني شوف لو لكم ولاد عم أو, او او او, عم موجود او جد او او حسب الحاله يعني خلاص الشيء دي دلوقتي مال مال على على الشيوع مال شائع بينكم انتوا الثلاثه ولو دخل معاك هو رابع او حاجه المال الشرعي دوت اقدر ارفع دعوه اسمها دعوه فرز وتجنيب فرز وتجنيب يعني كل واحد عايز ياخد حقه في الشقه دي كده تمام وتقدروا بس هي طبعا زي ما انت قلت هي قاعده في الشقه تقدروا كاغلبيه تبيعوا لو هي مش حاطه ايد عليها وتودعوا لها نصيبها في في المحكمه طيب لو هي قاعده فيها ومحدش عارف يدخل برفع دعوه فرز وتجنيب طيب اختلفنا المحكمة بتغل يد الأطراف وبتعرضها للبيع وقاطعة لكل واحد نسبته من الفلوس يعني عرفيها لو رفعنا دعوة فرز وتجنيب المحكمة هتبيع الشقة فلابد من التراضي لكن تستطيع تلجأ المحكمة اه بدعوة فرز وتجنيب بعد ما يكون عملتوا إعلام للوراثة وأثبتوا فيه ميراث والدكم يعني ترك ما يورث عنه شرعًا طيب يا إخوانا قانون العمل بتاعنا اللي بيهم كل عامل حتى العامل في القطاع الخاص حتى عمال اليومية حتى خدم البيوت كل ما يعمل يقول عمل لابد أن يعرف هو فين واقف على أنه محطة فيه طيب قانون عمل لما جه صاغ صاغ القانون كله في تقريبا ست اجزاء او ست كتب اللي يهمنا من الست كتب في قانون عمل حاجه اسمها الكتاب الثاني والكتاب السادس بس عايز انبه لملحوظه خطيره جدا يجب يعلمها بالذات اخواننا الموظفين في القطاع العام او قطاع الاعمال العام خلي بالكوا يا اخوانا القطاع العام وقطاع الاعمال العام لا ينطبق عليه قانون العمل لا ينطبق عليه قانون العمل الا في كتاب واحد او جزء واحد في هذا القانون اللي هو الخاص بالصحه والسلامه المهنيه يعني الامور المتعلقه بالصحه والسلامه المهنيه لا تنطبق عليهم لكن فيما يخص بقى العلاقات العمل الفرديه وعلاقات العمل الجماعيه والتفتيش والحاجات دي لا 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 بتنظمها لوائح وعلى الجانب الاخر موظفين الحكومه موظفين الحكومه اللي ينطبق عليهم قانون العمل بينطبق عليهم قانون الخدمه المدنيه اتلخبطنا شويه لا لان الدوله عباره عن ايه الدوله عباره عن جهات حكوميه وجهات قطاع عام أو قطاع أعمال. دي شخصية ودي شخصية. الحكومة كحكومة بقى اللي الوزارات، وزارة العدل، وزارة النقل، وزارة المواصلات، دي اسمها حكومة. قطاع عام أو قطاع أعمال ده أمور خاصة، متنظمة قوانين خاصة. اللي هو قانون 203 لسنة 91 الخاص بقطاع الأعمال العام. يخضعوا ليه؟ هذا القانون أمر أن توضع لوائح للعاملين بس على هدي قانون العمل برضه على هديه بس في الاصل لا ينطبق عليهم قانون العمل ولا ينطبق على موظفين الحكومه بينطبق على القطاع الخاص الحكومه والقطاع العام بياخذوا من قانون العمل الباب الخاص بالصحه والسلامه المهنيه طيب علاقات العمل الفرديه اللي هي موجوده في الكتاب الثاني مين الخاضعين للقانون مين الخاضعين للقانون قلنا خلاص هنتكلم بقى بالعكس مين اللي مش خاضعين له عشان ما خلا ذلك او غير دولة يبقوا خاضعين. طيب. الوقت يا اخوانا مرة سريعا واسف يعني في موضوعات كتيرة برضه هنكملها باذن الله الحلقة اللي جاية. ده خدمة للسادة المشاهدين وخدمة لحضراتكم عشان برضو نقف على قانون العمل وحقك فين وواجبك فين عشان يعني لا, لا تضر ولا تضر أكرر تهنئتي لحضراتكم بمولد النبوي الشريف وأشكركم وألقاكم على خير في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته